السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم أغلب دول العالم توقفت عنا الواتس أب الأخضر، جبنا لكم بديل واتس أب الأخضر، هو واتس أب الذهبي. طبعا واتس أب الذهبي بيشتغل بجميع أنحاء العالم، وهلا راح أورجيكم طريقة تحميل واتس أب الذهبي. طبعا لو أنتم جديدين في قناتي ما تنسوا تدعموني باللايك اشتراك والقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. هلا راح نروح على جوجل كروم، راح نكتب تحميل واتس أب الذهبي بشريط البحث. طبعا في أغلب الناس ما بتعرف تحمله من جوجل كروم، هون راح يطلع لي الخيارات، راح أختار واتس أب الذهبي، راح أضغط عليه، راح أروح على واتس أب الذهبي مثل ما بالصورة. هون راح يورجيني يطلع لي التحميل الآن، راح نضغط عليه. هلا كمان راح نضغط التحميل واتس أب الذهبي، راح نضغط على الملف، راح نضغط تنزيل على أي حال. مثل ما انكم شايفين عم يتحمل معي الواتس أب، راح نستنى شوي لحتى ما يتحمل، ما بده وقت كتير. وبعد ما يتحمل معي راح نضغط فتح، بعدين راح نثبت الواتس أب. بعد ما ثبت معي الواتس اب راح نروح على القائمة الرئيسية، راح ننتظر شوي. هلا راح نضغط فتح، راح نضغط السماح، وهيك بكون ثبتنا الواتس اب. راح نكتب الرقم، وهيك بكون شغال بجميع دول العالم. لو حبيتوا الفيديو حبايبي ما تنسوا تدعموني باللايك اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد.